نعم المكياج هو ديرو المرأة غير لا تبتغي به فتنة، ملي كديرو اضطرار العمل ديالها أو في بيتها لزوجها أو في كذا، نعم لا جائز، لأنه ما عنده علاقة بالجهاز الهضمي ولا بالتغذية ولا بتنشيط الجسم ولا ولا ولا. بحال قلت لك إنسان حسن لحيته مثلا، سواء حسن الحيدة كلها أو بعض منها أو حسن شعره أو صل، لا حرج في ذلك. لكن إذا ابتغت به الفتنة أنك ما عنده علاقة بالصيام، ولكن كاين إثم ديال الفتنة بوحدو هذاك. والله تعالى أعلم.